مساء الخير. إن شاء الله النهاردة أنا هتكلم على الباراسيتامول، وأنا اخترت الباراسيتامول لأنه الحقيقة دواء منتشر جدا في كل البيوت المصرية والناس كلها بتستعمله. أنا هتكلم على هي الجرعة الآمنة إن أنا أقدر أستعملها في المرضى البالغين. طبعا أنا مش هتكلم على الأطفال، لأن الأطفال الجرعة بتاعتهم بتتحسب على حسب الوزن، فأنا هتكلم على الناس الكبار. الحقيقة احنا بنشوف الروشتات بتاعة الباراسيتامول بيبقى مكتوب فيها باراسيتامول 500 مللي جرام راس قرص كل 6 ساعات، يعني كده في اليوم العيان بياخد 2 جرام في اليوم. وفي ساعات بنلاقي مكتوب الباراسيتامول 1000 مللي جرام راس قرص كل 6 ساعات، يعني كده وصلت الجرعة إلى 4 جرام في اليوم. طيب مين فيهم اللي صح؟ طيب تعال نشوف الأول. لو انا هكتب الباراسيتامول 1000 مللي جرام راس قرص كل 6 ساعات، يعني حدي 4 جرام في اليوم. وطبعا دي برودكت، المنتجات اللي موجوده في السوق فيها 1000 مللي جرام زي ما انتم شايفينهم، دول موجودين في السوق. هل الجرعه دي صح؟ اه الجرعه دي صح، بس الحقيقه انا عندي 4 شروط لازم يتوفروا علشان تاخد ال 4 جرام في اليوم من الباراسيتامول. ايه هي الشروط دي؟ واحد، ممنوع انك انت تاخد اي جرعة اكتر من 4 جرام في اليوم. حتى هيقول لي طب هو انا هاخد باراسيتامول تاني؟ اقول له اه، فممكن ما تكونش واخد بالك حضرتك. ازاي؟ معظم ادوية البرد، 90% من ادوية البرد اللي موجودة في السوق اللي هي بنستعملها بيبقى فيها باراسيتامول. دي ممنوع انك انت تاخد بقى جرعة اكتر من 4 جرام. وده امثلة لادوية البرد اللي موجودة كتيرة قوي في السوق وبيبقى فيها باراسيتامول. كلها اهي، معظمها يعني، انا طبعا ما جبتش كلها. ايه الشرط الثاني؟ الشرط الثاني الكبد. شرط ثاني الكبد ان الكبد يكون سليم، مفيش فيه اي مرض علشان تقدر تاخد 4 جرام من الباراسيتامول في اليوم. الشرط الثالث ايه هو؟ ما ينفعش تستعمل ادويه ثانيه، في نوع من الادويه كده احنا بنخاف نستعملها مع الباراسيتامول لانها بتزود تكسيره. والحقيقه الباراسيتامول دواء امن الى حد كبير، وبيخرج كده احنا عايزينه يخرج بسلام من الجسم عندنا، ومش عايزينه يتكسر، لان هو تكسيره هو اللي بيزود الضرر بتاعه، فاحنا عايزينه يخرج بامان. الادويه دي موجوده في السوق، طبعا بالنسبه للناس المرضى العاديين هيبقوا مش يعني مش عندهمش فكره عنها قوي، بس الحقيقه دي عندنا احنا في الطب بنسميها حاجه اسمها انزيم انديوسرز، ودي المفروض ان الدكتور المعالج او الصيدلي يبقى ينبه حضرتك عليها. ما فيش حاجة، ما ينفعش تاخد 4 جرام في وجود ادوية من النوع ده، ما فيش، ما ينفعش. الشرط الرابع ان ما يكونش فيه اي كحوليات. ما ينفعش حضرتك تاخد 4 جرام باراسيتامول وتكون بتشرب اي حاجة فيها كحول. اشمعنى الكحول ده ممنوع؟ ليه؟ لان الكحول بيعمل حاجتين. نمرة واحد، طبعا هو بيأثر على الكبد. نمرة اتنين، ان هو كمان بيزود تكسير الباراسيتامول، واللي انا قلت ان تكسير الباراسيتامول لما بيزيد ده بيبقى فيه ضرر، واحنا مش عايزه يتكسر، انا عايزه يخرج بامان وسلام من الجسم. دول ال4 شروط اللي لازم يتوفروا علشان تاخد 4 جرام. طب افرض انا مش متوفر عندي الشروط دي، خلاص مش متوفر عندي الشروط دي، كفايه قوي ان انا اخد 2 جرام في اليوم وما زودش عن 2 جرام في اليوم. حد هيقول لي طيب يا دكتور انا اما تبقى الحراره 39 ولا 39 ونص بقوم واخد او ضارب قرص باراسيتامول 1000 مللي جرام علشان ينزل الحراره بسرعه. هقول لحضرتك حاجه مهمه، الحراره ما تبقى 39 او 39 ونص غالبا خافض الحراره ما بيشتغلش كويس. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي افضل طريقه ان حضرتك تعمل كمادات ميه ساقعه من الحنفيه لحد لما الحراره تنزل لحد 38 ونص، وفي الحاله دي بعد كده ابدا خد خافض الحراره. في الحاله دي خافض الحراره هيشتغل كويس، لكن في الحراره العاليه احنا تملي بنقول انه شغله بيبقى ضعيف، فخلينا ان احنا نستعمله لما تبقى الحراره مثلا 38 ونص. بتمنى الصحة والسلامة لكل الناس، وإن شاء الله نتقابل في مواضيع أخرى.